السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام. رمضان مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. مشاهدينا الكرام، نستعرض في حلقة اليوم من برنامج صوتكم أبرز المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وننتظر مشاركاتكم من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، يستقبل العراقيون شهر رمضان المبارك في ظل ارتفاع كبير في أسعار اللحوم والمواد الغذائية، بأسعار شهدت الأسواق المحلية في العراق ارتفاعا ملحوظا بها. أسعار السلع الأساسية واللحوم الحمراء كانت مرتفعة بالنسبة للعراقيين عشية حلول شهر رمضان المبارك، في وقت يعيش فيه المواطن العراقي ظروفا اقتصادية صعبة جراء تراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار واتساع مستوى الفقر في البلد بشكل يفاقم أكثر من معاناة أصحاب الدخل المحدود. المقطع الآتي مشاهدينا الكرام لمواطنين من محافظة المثنى تحدثوا عن غلاء الأسعار وعدم قدرة المواطن البسيط وصاحب الدخل المحدود على التبضع لشهر رمضان. دعونا نشاهد هذا المقطع مشاهدينا الكرام. أنا ما يبغون أنتم تروحوا، هسه أنت عمك طالب منكم قطعة جوع، والله بأيام الحصار ما صارت هيك. والله العظيم بأيام الحصار ما صارت. عمي لف شيش كباب 2000 دينار، شيش كباب، دجاجة ب 12، يا ذاكل يا عمي، ما أدري إيش بكم أنتم. حركوا راحتكم شوية ضمايركم من جوا، حركوها شوية حركوها، ماكو ضمير، بس تطلعون بالتلفزيون احنا واحنا واحنا واحنا، كنتم كل شيء ماكو، حبرنا على ورق، اسمك بالحصاد ومجلك مكسور، بنسلمكم بيد الله، والله الله ياخذ حقنا من عندكم. والنعم بالله. والله حقنا الله ياخذنا من عندكم، القاتل طاح ياكل بعشر قوط، احنا وياكم يا الله، روحوا اخذوا. نطلب من الحكومة المحلية هنا عندنا بالمحافظة تطلع تروح تشوف العلوي الأسعار مالت، يعني هسه الفقير ما ياكل، يعني الدجاج صعد اللحم ب 24، السمك ب 8.5، يعني مين يجي؟ يعني هم هسه يجون يركضون الملة بالبسطيات، والبسطيات هو يشتري من العلوي يجيبوا له حاسبه بالبسطية، زين بالبسطية وجاب البحيرة غير يشتري من العلوي. المفروض الحكومة المحلية تروح تحاسب العلوي، تشوف العلوي شلون واجه نار، وهذا رمضان اللحم لا ياكلها الفقير، السمك لا ياكلها الفقير. فقر بعد انتهى ما ياكل، يعني راح ياكل بس باجي النار بوتيك. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل الى مقطع اخر. طبعا يحل شهر رمضان هذا العام وسط موجه غلاء نغصت على المواطنين العراقيين استعداداتهم المعتاده للشهر الكريم. في مثل هذه الايام من كل سنه في ظل غياب الدور الحكومي في كبح جماح الاسعار. طبعا اسعار السلع والخدمات في العراق ارتفعت بنسبه بلغت 18% خلال السنوات الأربع الماضية وفقا لبيانات وزارة التخطيط، وشهدت أسعار السلع الأساسية للمواطن العراقي ارتفاعا بلغت قيمته 30% في المتوسط، وسجلت اللحوم ارتفاعا بنسبة 36% مقارنة بالعام 2020 بعد أن وصل سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم إلى 25,000 دينار عراقي. مقطع آخر من محافظة ذي قار لمواطنين عراقيين يشكون من غلاء الأسعار، لنشاهد. عن لسان إحدى نساء مدينة الناصرية اللي حملتني أمانة وصلها للمسؤولين، الكل شخص السبب بارتفاع الأسعار للمواد الغذائية أو الخضروات، وهذه الرسالة تقول: من الله لا يوفقكم، الله لا يسعدكم، الله لا يطيكم، الله لا يهنيكم، إن شاء الله حوبة هذا الشعب بعوائلكم، وشوفوا من المتضرر من ارتفاع الأسعار. ابقوا وياي. 11 نفر يا هي عايشهم، ومنين أجيب لهم؟ ما تقول منين أجيب من هاي من هاي، ما كفي لك العباس، لا عامة ولا فلس، وقاتلنا اليوع والكدر، وراح يشيلونا، راح يجيهم من الأيام، يعني ما عندنا منين نجيب؟ منين نجيب؟ بس قل لي منين نجيب؟ هاي العالم شوف هاي العالم شوف هذا بحال الضيم بحال الكدار بحال الدنيا كلها، يعني ذرنا مذره ما صايره ولا دايره بتاريخ الامه. قالوا لنا اكو طريق اروح عليه
الطين طريقة نمشي غير بلد. اي خلينا نروح غير بلد. قبل ايام شاهدنا خبر تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر هنالك 600 طن من مادة الزيت منتهي الصلاحية في مخازن وزارة الصناعة في الوقت الذي كنا ننتظر فيه معاقبة وزير الصناعة أو الجهات المسؤولة عن ذلك. اليوم رأينا معاقبة الشعب، معاقبة الفقراء بارتفاع سعر مادة الزيت، فحيث بلغ سعر البطل الواحد 4000 دينار. طبعا المواد الغذائية هي كلها مرتفعة. نتابع مشاهدينا الكرام التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. لدينا تعليق من فاضل يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم وفاسد ومرتشي بالعراق. تعليق لدينا من أبو أحمد يقول: سبحان الله الحي القيوم، اجاه الناس حصار على المواد الغذائية والخضروات، ذني شهرين يصعد بهن الأسعار، عاشور ورمضان كريم، حسبنا الله ونعم الوكيل. تعليق لدينا من سيد حسين يقول: والله هاي علاجها مقاطعة اللحوم بأنواعها، شنو قابل راح نموت إذا ما تاكل لحم؟ خلي يخيس عليها أو خلي يخيس عليهم التجار. طيب عندنا تعليق من أحمد يقول: خافوا الله يا تجار، ولكم شنو هاي لعبة حصار على البلد وصعدتوا الأسعار؟ ما نقول غير الله ينتقم منكم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام نستمع لرأي السيد أبو سمية من الأنبار. تفضل يا أبو سمية، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الكريم، مسلسل ارتفاع الأسعار في شهر رمضان في العراق أصبح متكررا ولا سبيل لعلاجه. لو كان للدولة فعلا سياسة اقتصادية تتهيأت قبل الأزمات. نعم. وتدعي دولتنا أنها تتهيأ قبل الأزمات، ومنها إجراءات أمنية لمراقبة التجار لمحاولة عدم رفع الأسعار، وهذا الكلام هواء في شبك، لأن المواطن لا يريد تصريحات وإنما يريد أمرا ملموسا على الواقع. وهذا الأمر الملموس لا نراه. سيدي الكريم، لو كانت الحكومة جادة في علاج الأسعار لفعلت، فلا يخلو بلد من التجار الاستغلاليين الذين يحاولون رفع الأسعار، لكن تبقى سلطة الدولة وسياستها الاقتصادية هي المسيطرة على مسألة رفع الأسعار، لكن لا سلطة عندنا ولا سياسة اقتصادية عندنا. لذلك هذا الأمر يتكرر، وأصبح الشعب متعودا أن كل رمضان تبدأ الأسعار بالارتفاع. يعني احنا دائما نسأل السيد أبو سمية، بالعادة بحسب الخبراء الاقتصاديين الدول ذات الواردات النفطية أو ذات الثروات الطبيعية كالنفط على سبيل المثال هي قلما تتأثر بالتضخم العالمي الذي يحدث الآن في كثير من الدول، خاصة لأنه لديها دائما سيولة متوفرة ولا توجد لديها تلك الأزمة التي تتعلق بتوفر العملة الصعبة لأنه لديها النفط. لكن احنا في العراق ليس فقط النفط هو المصدر الوحيد من المفترض، لدينا المفروض مصادر أخرى كثيرة موجودة الآن لكن لا تستفيد منها الخزينة. على سبيل المثال المنافذ الحدودية واحدة من تلك المصادر القوية لدخول العملة الصعبة إلى خزائن الدولة، لكن مع هذا احنا عندنا مشكلة بالعراق، مشكلة اقتصادية مثل ما تفضلت، غلاء أسعار غير مبرر. نقطة أخرى أيضا تقود إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية ألا وهي السيطرات التي تفرض الرشاوى والإتاوات على سائقي الشاحنات التي تنقل البضائع، وهذه القضية اشتكى منها كثيرون من سائقي الشاحنات بشكل مستمر إلى الآن. ربما هناك من يقف لا يزال في إحدى السيطرات ينتظر أن يدفع في سبيل العبور، وهذه بالنهاية تضطر التاجر أيضا إلى رفع القيمة، قيمة السلعة، لأنه يعني تكبد خسائر بطبيعة الحال. فوزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحكومة بشكل عام بالنسبة لهذا الجانب لماذا نراها فاقدة للسيطرة؟ لماذا لا نراها تتحكم بهذه السيطرات بطريقة تجعل مرور هذه البضائع بطريقة انسيابية، وبالتالي هي أصلا يعني احنا عندنا الجمارك والضرائب قليلة فتدخل إلى السوق المحلية بسعر معقول مقبول. سيدي الكريم، أما كون العراق بلدا نفطيا فهذا أصبحت مسرحية، لا فائدة من نفط يكون بأيدي السراق، هذا أصبح أمرا معروفا. أما التنويع بالاقتصاد
فهذا يفكر به من عنده نظرة اقتصادية مستقبلية، والنظرة الاقتصادية المستقبلية لا توجد عند حكومتنا، إنما توجد نظرة للمستقبل في كيفية تعبئة أرصدتهم بالأموال، هذا هو تفكيرهم. أما السيطرات فيا سيدي الكريم والمنافذ أصبح معروفا عند الكثير أن الكثير من الأحزاب والفصائل المسلحة تسيطر على الكثير من المنافذ، فلا سبيل لإغناء خزينة الدولة من السيطرات ومن المنافذ الحدودية التي تقع تحت سيطرة الميليشيات. أما مهزلة السيطرات فهذا أمر أصبح معتادا عند سواق الشاحنات، ورضخوا لهذا الأمر ولا حل أمامه إلا بدفع الأتاوة، وكأنه رجل أجنبي في بلد ليس بلده. وشكرا للبرنامج. شكرا جزيلا سيد أبو سمية من الأنبار. مشاهدينا نكمل مع حضراتكم ما لدينا بشأن هذا الموضوع. طبعا مع ارتفاع الأسعار وعدم ضبطها داخل السوق المحلية من قبل الحكومة، هذا الأمر انعكس بشكل سلبي على أصحاب الدخل المحدود وتحديدا عمال النظافة الذين يعملون بأجور رمزية، حيث طالب عمال النظافة في بلدية السماوة بمحافظة المثنى طالبوا برفع أجورهم التي يتقاضوها، حيث يأخذ العامل الواحد منهم مبلغ 170 ألف دينار عراقي فقط، أي ما يعادل 120 دولارا أمريكيا تقريبا في الشهر الواحد، وهو مبلغ لا يمكنه أن يسد نفقات المعيشة الكبيرة في بلد كالعراق ترتفع به الأسعار بشكل مستمر. دعونا نشاهد هذا المقطع مشاهدينا الكرام من محافظة المثنى. عمال قسم التنظيفات وقسم الزراعة بلدية السماوة، احنا طالعين من أجل مطلب 50%، كتابنا حوالي صار له شهر أو شهرين موجود بالمالية رفعناه، لكن ماكو متابعة لا من قبل النواب ولا من قبل المحافظ ولا من قبل دائرتنا. احنا رواتبنا ما يقارب 170-180 ألف كل العمال. زين هذا الكتاب داخل من رئيس الوزراء حوالي من 2023 بالشهر 11، واحنا حاليا 24 بالشهر الثالث، انه 5-4 أشهر لحد الان الكتاب ما حد متابعه، واحنا رواتبنا للادنى الدرجه العاشره والدرجه الثامنه والدرجه التاسعه مشمولين بهذا القرار، لكن متابعه ماكو، واحنا هذا راتبنا ما يكفينا. فاحنا من نطلع مظاهرات ما حد يقبل علينا، من نطلب نطالب بحقنا ما حد يقبل علينا، نريد نعرف شنو اللي نطلع به بصوره صحيحه، واحنا لحد الان ما طالعين شيء خارج الدستور، احنا كافلنا الدستور. احنا المطلب الاول سلم الرواتب، اثنين عندنا حقوق، احنا موظفين ما دام صرنا على الملاك عندنا حقوق، اولا القطاع الاراضي لان العمال اغلبيتها 15 سنه و19 سنه. نكمل مع نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. تظاهر عمال بلدية محافظة النجف هذه المرة للمطالبة برفع رواتبهم الشهرية ومساواتهم مع أجور بقية الموظفين في دوائر الدولة المختلفة، وبالنظر أيضا للجهد الذي يقدمه عامل النظافة يجب أن يأخذ مقابله الأجر الذي يوازي هذا الجهد، ويعتبرونه أمرا كارثيا عندما لا يتم إعطاء الأجير الحق الذي يستحقه نظير العمل والجهد الذي بذله. دعونا نشاهد ونستمع. نحن موظفين بلدية العباسية واقفين وقفة احتجاجية نطالب بسلم رواتب عادل، لأن احنا طبقة محرومة ومعدومة، نداوم براتب 170 ألف دينار وهذا الغلاء الفاحش اللي بالعراق، فكيف ندير أوضاعنا المعيشية بهذه الوضعية البائسة؟ نطلب من رئيس الوزراء أن يقرن معين الأبوة والأخوة، يساوينا برواق الوزارات الخدمية. نحن نتعرض إلى ظروف صعبة بين صيف وشتاء، فنرجو من الحكومة مراعاة ظروفنا المعيشية وشكرا بسلم مشاهدينا الكرام. نستعرض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. أبو علي المالكي يقول: بسبب غياب العدالة التي انتشرت بعد تسلم أحزاب الإسلام السياسي مقاليد الحكم في العراق، أكيد لن يبقى الشعب مستلما لهذا النظام الذي يتعرض له.
أو مستسلما لهذا النظام، لهذا الظلم الذي يتعرض له. أمير يقول والله يا أخويا هذولا لأن فقرة ما حد بحالهم وما عندهم حزب يسندهم، بس إلهم الله إن شاء الله يطلع حقهم. تعليق لدينا من علاء يقول والله جريمة 180 ألف بالشهر وين يوديهن؟ وأكيد عندهم إيجار ومولدة، الله يكون بعونهم. تعليق من عادل يقول المشتكى لله، راتب 170 جريمة بحق الإنسانية. هكذا يرى عادل. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة، إلى الخدمات المتردية في مدن العراق بشكل عام. ننتقل بكم إلى محافظة ذي قار وتحديدا إلى مدينة الناصرية وإلى أحد شوارعها التي انتقد هناك أو من هناك أحد الناشطين هذه الشوارع رغم الميزانية الضخمة التي خصصت للمحافظة ضمن ما يعرف بصندوق إعمار ذي قار الذي تجاوزت تخصيصاته 1.5 تريليون دينار عراقي في عام 2021. وبمبادرة من مواطنين عراقيين تبرعوا وبجهود ذاتية في حفر، في طمر هذه الحفر والخسفات الموجودة في الشوارع الرئيسة أو ما يعرف هناك بالخط السريع. دعونا نتابع هذه اللقطات من مدينة الناصرية. طبعا احنا بحياتنا ما شايفين هيك مساجد قاعدة تهدد في الناصرية، شوارعنا تحولت دفن. هذا السريع من ضمن أساس مشروع تطوير وتأهيل سريع 4 سايدات، هذا على أساس 21 مشروع ويا سريع طور بادرة خيرة من الناس في مدينة الناصرية. هاي اللعبة هاي مرة ثانية يتم رمي التراب والإنقاذ في الشوارع المحفرة. دوار البلدية ودوار خدمية محافظة ذي قار دورها غايب. هاي المفروض دور مديرية طرق وجسور ذي قار، مديرية طرق وجسور ذي قار. طبعا احنا نتحدث على اموال منافع اجتماعية، اموال قرض صيني، اموال تلميذ القاليب، اموال صندوق اعمال ذي قار، اموال تبرعات منظمات دولية لمحافظة ذي قار. هاي ما حد يدري وين تروح. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر، إلى جنوب كورنيش أو إلى بغداد وتحديدا في جنوب الكورنيش. أهالي حيي الربيع والسلام خرجوا بتظاهرة للمطالبة بتوفير الخدمات في منطقتهم، وطالبوا أيضا الجهات المختصة بالنهوض بالواقع الخدمي في مناطقهم التي تعاني من الإهمال. المقطع الذي ستشاهدونه بعد لحظات مشاهدينا الكرام يظهر حديث بعض المتظاهرين الذي وثقه أحدهم، وهي مناشدة طالبوا فيها بمعالجة المشاكل التي يواجهونها من انعدام الخدمات في مناطقهم، وناشدوا من خلال برنامج صوتكم من أجل أن تصل هذه الرسالة إلى المسؤولين. دعونا نستمع. ولكن كل مطالبهم هو البدء بخدمات منطقة كواليش وهي المجاري والتبليغ لا أكثر. فنرجو من سيادتكم الإعاز بهذا رغم أنكم أعزتم بهذا، ولكن نريد الإصلاح مع فاق الشكر والتقدير. وهذه هي التظاهرات أمامكم يا سيدي. شيخنا العزيز ما أدري شنو المطالب اللي تطلبوها وهاي كم مرة تتظاهرون لحد الآن؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نحن أهالي منطقة كواليش حي السلام المتمثلة بحي السلام وحي الربيع نعاني من قلة الخدمات، أي مقوم من مقومات الحياة ما عندنا. يعني بيوم المطر صدقونا بدون يمين، ثقوا بالله وبرسوله نلبس جزمة ونطلع. زين بيوتنا فطرت وملينا، لا خدمات لا أبد. من هالمكان الناشد محمد إشاع السوداني ومحافظ بغداد أحلف بحليب أمه، أحلف بحليب أمه الطاهر، أحلف وهذا شهر مبارك مقبلين على شهر مبارك، أن ينظر بنظرة العطف والحنية الأبوية على هاي المنطقة المنكوبة اللي ما حد اجى وانقذها من المعاناه اللي تعانيها. بترجاك رجع. شيخنا صار ايش قد يعني هالمنطقه من مشيده ومتكامله؟ هذه قديمه، موزعه قديمه. يعني تقريبا ايش قد؟ موزعه من التسعينات. نتابع مشاهدينا الكرام التعليقات التي وردت بشان هذا الموضوع.
سيف علي يقول سبب دمار الشوارع هو إهمال البلدية. حيدر يقول بزود الأمين وليد عمة تحولت الناصرية إلى مدينة التراب. العبودي يقول الحكومة المحلية مشغولة بالمغانم والفساد. وأزهر يقول عمي الحكومة المحلية نايمة، المحافظ نايم، بس نسب جاي يأخذون من الشركة، مخلي واحد دكتور يتفاوض مع المقاولين. هاي باختصار. مشاهدينا الكرام، دعونا نستمع إلى السيد أبو فهد من بغداد. أبو فهد تفضل، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا اهالي كويريش حي السلام وحي الربيع على محافظة بغداد، نعم، وللأسف تفتقر لأبسط الخدمات، لأبسط الخدمات تفتقرها. مين تبدي مين تنتهي؟ خدمات صفر. يعني مدرسة كربانية، احنا قرن بيا قرن بيا سنة ما اعرف، مدرسة كربانية للطلاب في, في وسط بغداد، وسط بغداد قرب علوة الرشيد، نعم، مدرسة كربانية، كهرباء، يعني التخطيط كله خطأ بخطأ، عشوائي، احنا نسميه عشوائي. حسين عطى للأسف ما خلانا بموازنة 2023 أي عمود للمنطقة، نعم، أي شيء للمنطقة ما صرف. شنو السبب أنه منطقتكم مهملة، أو حيين هم صراحة مو حي واحد، مهملة بهاي الطريقة؟ ما اعرف شنو السبب. المحافظ السابق ما اعرف ما شملوها بالموازنه نهائيا. وعندنا مشروع المجاري كامل باقي، بس موضوعه تصديق التصاميم والاحاله، ومتاملين خير من المحافظ الجديد. وللاسف المحافظ الجديد لحد الان ما زار المنطقه، يعني يتجول بنص بغداد اللي هي مو ضمن حدوده. المفروض هو يتجول بمناطق اطراف بغداد، وللاسف لحد الان احنا ما شفناه. أبو فهد أريد أسألك بس إذا تسمح لي، أنتوا بهاي المشكلة صار لكم كم سنة؟ إحنا هي توزعت قديماً، صارت أكثر من 20 سنة، بس هي صار بها كثافة سكانية من 2014، نسبة البناء عندنا 80%. البناء رسمي نظامي لو تجاوز؟ لا بناء رسمي، نعم، ما بي أي تجاوز. يعني أقصد على أراضي، على أراضي المواطنين، لو هي أراضي تابعة للدولة. لا اراضي مواطنين، اراضي مالتنا، نعم، ملك صرف، نعم، لان القطعه مالته وبنا بها، تمام، ما عندنا اي عشوائيات في المنطقه، ما موجوده، تمام، نهائيا. مثل ما قلت لك عندنا مشروع المجاري كامل، مقابله التصديق على التصميم ولحاله على التنفيذ، ومتاملين خير بالمحافظ الجديد، وللاسف لحد الان احنا ما شفناه. وحتى الامراض منتشره بسبب انها من تنطر الدنيا وتغرق الشوارع والطلاب ما يقدرون يروحون. بس انا ليش سبب سؤالي صراحه يا ابو فهد، انه انتم منطقه رسميه نظاميه والطابو اللي عند الناس هو طابو ملك صرف، لانه اذا كانت هي منطقه رسميه نظاميه فشنو المبرر اللي ما يخلي المسؤولين يعالجون مشاكلكم؟ يعني انتم لو تجاوز مثلا كان قلنا هذه املاك الدوله وهي منطقه اصلا غير مخصصه، لكن انتم مناطق رسميه سكنيه رسميه نظاميه، شنو السبب اللي دايمنع المسؤولين من معالجتها؟ والله هذا السؤال يعني ينسأل، المفروض صحيح الرئيس الوزراء، نعم، المفروض يتدخل بهذا الموضوع، نعم، ويفتح، يعني ان شاء الله يفتح به تحقيق ليش هاي المنطقه هيك اهملت بهاي الدرجه، نعم، وليش لحد الان هي متلكه، نعم، واحنا متاملين خير ان شاء الله برئيس الوزراء محمد الشاع السوداني، وان شاء الله خير وان شاء الله يلتفت لنا ان شاء الله. انا اتمنى طبعا ابو فهد اذا يعني مع مرور الوقت اذا ايضا ما تعالجت هذه المشكله، اتمنى من حضرتك انه تعيد تكرار المناشده، توصل لنا صوره عن المشكله اللي موجوده، اذا توثيق فيديو مثلا ترسل ايضا عبر صفحاتنا حتى ايضا تتكرر المناشده، ممكن الرساله اذا تتكرر اكثر من مره لعل وعسى اكو من يسمع ويستجيبون لهذه المناشدات. اشكرك سيد ابو فهد، شكرا جزيلا لحضرتك للمشاركة. ويانا السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر. حياك الله أستاذ محمد، ورمضان كريم عليك وعلى قناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. علينا أجمعين إن شاء الله، علينا وعليكم. أهلا بك أستاذ محمد. نرجع موضوع الفقر بالعراق اللي من 2003 لحد الآن، نعم، اليوم العراق يعني يشهد أكو عندنا العفو مولات، وعندنا بناء مجمعات يعني أسواق وجمعيات،
هذه كل هالأمور يعني كلها أشياء يعني ظاهرية اللي بنتها حكومات سلطة الأحزاب والناس المستفادة إنه يخلون بأنه الشعب العراقي يعني هناك عندنا مولات هالمنطقة عندها مول أسواقات كبرت يعني صارت أحجام كثيرة. هذه كلها ظواهر لكن الباطن ماله غير شيء. الباطن ماله إنه العراق ما يوجد عنده زراعة، ما يوجد عنده صناعة، عندنا تعيينات ماكو، طلبة يتظاهرون يطالبون بالتعيينات، هاي الأشياء الباطنة المختفية. ثورة تشرين طلعت من أجل وطن، من أجل كرامة، من أجل سيادة، قمعوها وكتلوها، ما خلوا بيها كل ناشط اللي يدعم اللي ضد هاي الحكومة يريد العيش بيها، يريد أنه يعني إلها فد وظيفة عمل يكتلوه، هذا يسبب البطالة. طيب أنا بس حتى لا نتوسع بالفكرة أبو عمر، أنا أريد أجي وياك إلى جزئية غلاء الأسعار وارتفاع أسعار السلع الأساسية للمواطن. إحنا ليش ما نشوف خطوات استباقية من الحكومة لمعالجة الأزمات؟ سعر اللحوم على سبيل المثال ارتفع قبل رمضان بأسعار يعني استغربها المواطن أنه ليش تجاوزت 20,000 دينار عراقي، بل وصل إلى 25,000 للكيلو غرام الواحد من اللحم. السؤال هو أنه ليش ما صارت أكو خطوات لمعالجة هاي المشكلة؟ الناس ما عندها، فما بالك لما يصير ب 25,000 منين تجيب حتى تشتري اللحم؟ وبالتالي راح يبدأون يستغنون لأنه ما عنده. السؤال الثاني، الحكومة دا تعلن بين فترة وأخرى عالجنا سعر مشكلة أسعار اللحوم راح ننزلها لل 17، وهذا الكلام أيضا ينطبق على أسعار بقية المواد الأساسية، لكن المواطن مدى يلمس أي شيء حقيقي على أرض الواقع؟ مجرد وعود، وتالي يعني ايش راح يأكل المواطن في رمضان؟ ايش راح يشرب في رمضان؟ اكيد استاذ محمد، ما هو الدولار صعد يعني الى يعني 180 ووصل يعني قريب ال 200، يعني الحكومه هذا الامر بيدها وما نزلت الدولار، وطلعوا الشعب يتظاهر تنزيل الدولار ما نزلوه، فكيف انه هاي الحكومه يعني ما عندها يعني اساسيات، يعني نقدر نقول من وزاره الزراعه ناس مراقبه على هذه الامور؟ احنا كنا بالسابق يعني كان العراق اكو كان له مراقبه، وكانت الحكومه اللي هي تدعم يعني من محلات اللحوم ومن الجمعيات التعاونيه اللي كانت عندنا، هاي سبب اساسي. يعني الحكومه اليوم يعتمد الامر على المواطن العراقي، يعني غلاء اكو عندنا اجلكم الله بالمواشي وبالطعام اللي يتوفر عندها، يعني اصبحت غاليه جدا. يعني طبعا بنفس الوقت الحصه التموينيه ايضا ضعيفه، ولا تكفي لا تكفي احتياجات الأسر العراقية بشكل عام، يعني موادها رديئة أيضا، والمواطن دا يضطر أنه يشتري المواد الأساسية من السوق، لأنه اللي دا تجي من الحصة مواد يا تالفة يا يعني لا تصلح للاستهلاك البشري، يا منتهية الصلاحية أو جودتها ضعيفة يعني بأفضل الأحوال. أكيد أستاذ محمد، يعني إحنا ما عندنا دولة قوية، ما عندنا يعني محاسبة كل من يصعد يعني سلع هاي المواد وارتفاعها. الدولة قاعدة متفرجة بس تسمع. المفروض هي دور الحكومة يعني تشوف، يعني مثل اللحوم الحمراء هسه لو كان عندها هي دولة ويعني مسؤولة على هاي الأمور لكان نزلت الأسعار هي بيدها. فإحنا طيب. شلون نعتمد على دولة لا فائدة ولا تقدر تنزل أسعار ولا الدولار تنزله؟ فإحنا ما عندنا دولة دلالة على الحصة التموينية وهي مسؤولة على وزارة التجارة، تجي من أسوأ المناشئ للمواطن. فكيف إنه هاي الدولة تقدر تسيطر على يعني ناس نفوس ضعيفة وناس سيدة الأسعار؟ شكرا أبو عمر، نعم وصلت الفكرة، أشكر حضرتك للمشاركة. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام، إلى أزمة الجفاف التي تعاني منها أغلب مدن ومحافظات العراق الجنوبية. ناشط في محافظة القادسية تحديدا من قضاء عفك وثق انخفاض نسب المياه في أحد الشواطئ في المنطقة إلى مستويات خطيرة، وعلق الناشط الذي وثق الفيديو علق بأنه يقف على كورنيش من دون ماء. طبعا أيضا انتقد عمل وزارة الموارد المائية التي تهمل وتتجاهل موضوع أزمة المياه وعدم حل هذه المشكلة مع دول المنبع. دعونا نشاهد هذا المقطع الذي ورد لنا من محافظة القادسية. الآن من محافظة الديوانية شط قضاء عفك، هاي رسالة إلى وزارة الموارد المائية. هذا شط قضاء عفك اللي سويتوا له تبطين،
هذا تتذكرونه؟ هذا الشاط هذا حاله. يعني انتم سويتوا تبطين، مشروع مال تبطين، ونسيت الماي. انتم كوزارة موارد مائية مهمتكم توفرون مال الشعب، وين الماي؟ وين دور وزارة الموارد المائية؟ وين دور حكومة محمد الشاعر السوداني اللي ما حلت مشكلة الماي ويا تركيا ويا ايران؟ انتم شغلكم يا وزارة الموارد المائية بس تبطين، بس تسوون تبطين بالانهور غير توفر ماي. وين دوركم؟ يعني ما جاي يسوون مفاوضات ويا تركيا ويا ايران، متجاهلين هاي المشكلة وناسينها ابد ولا مهتمين لها. حكومة محمد الشاعر السوداني يقول حكومة خدمات، حكومة الخدمات مالتك وينها؟ ماي ما موفر، ما عندك ماي. كابينتك الوزارية ما وفرت ماي، ما حلت المشكلة ويا تركيا ويا ايران. شنو الخدمات؟ فهمنا بالخدمات شنو هي. ابسط شيء من الخدمات هو الماي، وهذا شط قضاء عفك. ماكو واحد اليوم عنده غير على بلده يقبل انه الانهر انهر البلد تنهان بهاي الطريقة. ننتقل مشاهدينا الكرام الى مقطع اخر ضمن نفس الموضوع من قرية آل عرد في قضاء عفك ايضا بمحافظة القادسية. هي قرية هجرها اهلها بعد جفاف ابارها التي تحولت الى اسوأ من الصحراء. مقطع يوضح جانبا بسيطا من كارثة الجفاف في العراق وكذب المسؤولين والوزارات المعنية بشأن حل هذه المشكلة، ولا يوجد أي تفاوض حقيقي الآن بشأن هذه الكارثة مع دول المنبع. إلى الآن لا توجد أي حلول على أرض الواقع، بل ما يلمسه المواطن العراقي هو مزيد من الجفاف، مزيد من التصحر، مزيد من هجرة الفلاح إلى المدينة أو إلى أماكن أخرى فيها مياه بسبب الجفاف الذي ضرب مناطق كثيرة في محافظات عراقية مختلفة. دعونا نشاهد هذا المقطع مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام، نستعرض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. مصطفى يقول: خوية حصتنا بناظم الدغارة، الله وكيلكم، صح أكو شحة مي بس حصص الإطلاقات المائية مو عادلة. عباس يقول: كل سبب هذه هو غياب القانون على المتجاوزين وتدمير الخطط المائية من قبل الوزارة، لا من متابع ولا من مصلح. جميع مشاريع التريمة أو الثريمة منكوبة، وأكثر شيء الأفرع، أنا ما أعرف شنو الثريمة صراحة، حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. طيب أبو محمد يقول: نعم، انتهاء الحياة في تلك المناطق الزراعية، لا حول ولا قوة إلا بالله. تعليق آخر من ناصر يقول: كل القرى في عفك منكوبة، ومع كل الأسف ماكو مسؤول ماخذ دوره، الكل متآمر. أنا ما خليت مسؤول ما وصلت له، ما وصلت له، الكل تقول مو يمي، لعد عدمن. طيب، كانت هذه بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. نذهب الآن إلى فاصل قصير، ومن بعده نعود لنكمل الحديث مع حضراتكم أيضا ونعرض بقية الفقرات التي لدينا في هذه الحلقة، ابقوا معنا. برنامج غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نبتغي منه معرفة غزوات النبي وطريقته في الحرب وهديه في معاملة الأعداء المقاتلين وكذلك في معاملة الأسرى، والفارق بين حروب النبي صلى الله عليه وسلم وحروب غيره من البشر. هل الحق ضعيف في نفسه حتى يحتاج الذي يحمل هذا الحق أن يجاهد ويحمل السلاح ويقاتل؟ أليست قوة الحق في نفسه، أليست قدرته على الإقناع كافية؟
لا تفهم إلا بالقوة، البقية تريد القوة، ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قوم صالح فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فكل ضعيف سيظل يدفع الثمن من ضعفه ودمه حتى يقوى فتتغير المعادلة. حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الكرام، نكمل مع حضراتكم ما لدينا من فقرات في حلقة صوتكم لهذا المساء. طبعا نصل إلى فقرة أنت ترى. أنت ترى هي خدمة تقدمها قناة رافدين للمشاهدين الكرام عبر أرقام مخصصة لها. بإمكان حضراتكم مشاهدينا أن ترسلوا لنا ما لديكم من مقاطع وثقتموها في حياتكم اليومية، رصدت مشاكل معينة، قضايا معينة تتعلق بمناشدات، رسائل أو حالة سلبية رصدتموها في حياتكم داخل العراق ترغبون بأن تعرض عبر شاشة قناة الرافدين، بإمكانكم أن ترسلوا لنا هذه المقاطع عبر الأرقام المخصصة لها. وردتنا رسالة مناشدة وهي أيضا مرفقة بمقطع سيعرض بعد لحظات لصيادي الأسماك في محافظة البصرة. الرسالة تقول: السلام عليكم، مناشدة من قضاء الفاو محافظة البصرة. احنا صيادين بشط العرب نصيد سمك، جاي نشتغل بالصفحة مالتنا الجانب العراقي، وتجي البحرية الإيرانية والدوريات الإيرانية يقولون ما عندكم مياه. احنا نقولهم احنا دا نشتغل في صفحتنا، يقولون انتم ما عندكم صفحة اصلا. هذا الجانب الإيراني ورد البحرية الإيرانية تجاه الصيادين العراقيين. يقول الصيادون يقولون احنا جاي نشتغل بس سمك الصبور بهذا الموسم، ونطلب من الله ومن عندكم انه توصلون صوتنا، احنا صيادين في قضاء الفاو محاربين من كل من إيران والكويت، خفر السواحل الإيراني او البحرية الإيرانية وكذلك الكويتية تتعرض للصيادين العراقيين رغم أنهم يمارسون مهنة الصيد داخل المياه الإقليمية العراقية، لم يتجاوزوا على مياه أحد، لم يعبروا إلى المياه المتعلقة بالجانب الكويتي أو الإيراني، ومع هذا كثير من الاعتقالات مورست على الصيادين من جانب الكويت وكذلك اعتداءات تعرضوا لها من جانب إيران. وهي رسالة تأكيد على المعاناة التي يواجهها الصياد، صياد السمك العراقي في جنوب العراق في محافظة البصرة داخل المياه الإقليمية العراقية. أين البحرية العراقية؟ أين قوات الأمن العراقية المفروضة التي تحمي هؤلاء الصيادين من التعرض لهم من قبل البحرية الكويتية أو البحرية الإيرانية؟ دعونا نشاهد هذا المقطع الذي ورد عبر خدمة أنت ترى مشاهدينا الكرام. يعني هذه اللقطات التي يتم تداولها. طبعا سابقا عرضنا قضايا تتعلق باعتقالات تعرض لها صيادون عراقيون من قبل البحرية الكويتية، هناك معتقلون عراقيون ألقي القبض عليهم واحتجزوا داخل الكويت رغم أنهم يمارسون الصيد ضمن المياه الإقليمية العراقية. الجانب الإيراني كذلك كما تلاحظون بهذه اللقطات مشاهدينا الكرام يتعرض للصياد العراقي رغم أن الصياد يؤكد ويقول، طبعا مجموعهم يؤكدون ويقولون بأنهم يمارسون مهنة الصيد داخل المياه الإقليمية العراقية، داخل الجانب العراقي، داخل المياه العراقية، لم يتعدوا على حدود أحد، لم يتجاوزوا. لكن تلاحظون البحرية الإيرانية تفعل يبدو ما تشاء، هي والكويتية أيضا تجاه الصيادين العراقيين. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى وسم اليوم
شهر رمضان المبارك. تفاعل المسلمون العرب في موقع اكس مع اسم شهر رمضان المبارك ليذكروا إخوانهم بمعاناة الفلسطينيين في غزة في هذه الأيام المباركة التي دعوا فيها لنصرة المستضعفين في غزة ومساندتهم. نتابع بعضا من التعليقات في موقع اكس. أبو أحمد يقول: هذا شهر رمضان أقبل علينا يا أهل الإيمان، الله الله في اغتنامه بالأعمال الصالحة، ولنجعل هذا الشهر بإذن الله نكالا على الأعداء، على أعداء الله وأعداء هذه الأمة، بالتقرب إلى الله والإكثار من الدعاء للمجاهدين في سبيل الله. لا تنسوا أن ترجوا الله العتق من النار. يوسف يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. اللهم اجعله شهر نصر وتمكين وفتح مبين لأهلنا في غزة وفلسطين وسائر بلاد المسلمين. طارق يقول: رغم الحزن على أهلنا في غزة، إلا أننا ندعو الله أن يجعل فرحتنا بحلول شهر رمضان المبارك بأن يكون شهر رحمة عليهم ووقفا للعدوان وانتصارا لهم، لتكون فلسطين محررة يوما ما من النهر إلى البحر. رمضان مبارك وربنا يتقبل. زينب تقول: مبارك عليكم رمضان، درة الشهور، نسأل الله تعالى أن يتقبله منا ومنكم. لا تنسوا الدعاء بالفرج لإخواننا في غزة والمهجرين والنازحين في العراق. مشاهدينا الكرام، بهذا أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا لكم بطيب المتابعة، وإلى اللقاء.